نهاية واحدة من أخطر مهمات الجيش الألماني في الخارج. فبعد 10 سنوات غادر الجنود الألمان مالي بعد انتهاء مهمة مينوسما الأممية لحفظ السلام في هذا البلد المضطرب. مهمة الجيش الألماني الرئيسية كانت مراقبة المناطق التي تنشط فيها الجماعات الجهادية عبر طائرات مسيرة وتقديم المعلومات لمركز قيادة القوات الأممية. مهمة كلفت الجيش الألماني حياة طيارين قتلا إثر سقوط طائرتهما المروحية، بالإضافة إلى إصابة 12 جنديا في هجوم انتحاري. حصيلة المهمة التي كلفت الحكومة الألمانية أكثر من 4 مليارات و300 مليون يورو لم تكن كما كان مأمولا منها. يؤسفني أن تنتهي المهمة بهذه الطريقة. الوضع في مالي لم يصبح أفضل، نعم، ولكن المهمة لم تفشل من تلقاء نفسها، بل أفشلتها الظروف المحيطة. لا ذنب للحكومة الألمانية فيما حصل، ولا ذنب طبعا للجيش وللجنود والجنديات الألمان في ذلك. بدأت مهمة الجيش الألماني في مالي عام 2013 بعد أن وصلت الجماعات الإسلامية المتطرفة إلى مشارف العاصمة باماكو وكادت تطيح بالحكومة المحلية. الضباط الألمان بدأوا حينها بتدريب الجنود الماليين لتنضم القوات الألمانية لاحقاً إلى مهمة مينوسما لحفظ السلام. واليوم يكاد يكون الوضع في مالي أسوأ مما كان عليه قبل 10 سنوات. فجماعات قريبة من القاعدة أصبحت قاب قوسين أو أدنى من العاصمة باماكو، وشمال شرق البلاد يخضع لسيطرة جماعة تابعة للدولة الإسلامية. أما في مدن كيدال وتمبوكتو وغاو فيحتدم القتال بين القوات الحكومية وقبائل الطوارق الانفصالية. حصيلة ذلك كانت خلال هذه السنة 4000 قتيل، منهم 1700 مدني، أرقام تثبت فشل مهمة مينوسما. فشل هذه المهمة وانسحاب قوات الأمم المتحدة من مالي يعودان إلى انعدام العمل المشترك مع الحكومة في باماكو. فمالي لا تريد قوات أممية أو أجنبية هي لم تخترها على أراضيها. رغم فشلها في دحر الجماعات الجهادية، بقيت القوات الأجنبية في مالي، لكن الوضع تغير بعد الانقلاب العسكري الذي جرى في عام 2021. فالطغمة العسكرية التي وصلت إلى الحكم اتجهت إلى روسيا وجماعة فاغنر لمساعدتها على بسط سيطرتها على البلاد، وطلبت إنهاء مهمة مينوسما فوراً. أصبحت مينوسما للأسف جزءاً من المشكلة، فهي تؤجج التوتر في المجتمع. هذا التوتر يزداد في ظل ما يوجه للبعثة من اتهامات، وهذا يعرقل عملية السلام والمصالحة في مالي. هذا الوضع خلق شعوراً بالشك لدى الشعب تجاه مينوسما، وأضر بالثقة بين السلطات في مالي وبين مينوسما. كان قوام بعثة مينوسما يصل إلى 12,000 عسكري، قتل منهم أكثر من 300، ما يجعلها المهمة الأممية الأكثر دموية في العالم. خسائر لم تجلب الأمن والسلام لمالي. عنف وقسوة الجنود الروس في إفريقيا وتعاملهم الدوني مع الشعوب هناك يغذي مشاعر الكراهية في مناطق كثيرة في إفريقيا ضد الروس والبيض، وهو بالضبط ما تستغله الجماعات الإسلامية المتطرفة لتجنيد الأفراد، فهي تعد بطرد الأجانب. رغم انسحاب الجنود الألمان من مالي، تعتزم برلين مواصلة تقديم مساعدات تنموية لهذا البلد الذي يبدو بعيداً عن الأمن والاستقرار أكثر من أي وقت مضى.